السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يوليو 2020، تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو فراخ الأبيض 23 جنيه، سعر كيلو مهات الأبيض 19 جنيه، سعر كيلو فراخ الساسو 29 جنيه، سعر كيلو فراخ البلدي 36 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 6 جنيه لتمانية جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 4 جنيه لستة جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 3 جنيه لخمسة جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 26 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 27 جنيه، كرتونة البيض البلدي 37 جنيه. بالنسبة لأسعار البط، سعر كيلو البط البلدي 51 جنيه، سعر كيلو البط المسكوفي 35 جنيه، سعر كيلو البط البكيني 30 جنيه، سعر كيلو البط المولار 30 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة، لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.